المشاهدين اهلا ومرحبا بكم. انا مصر انهم يروحون ويشوفون مثل العالم. ايها الاخوه المشاهدون، ايها المشاهدون الاعزاء، السلام عليكم. ايها المشاهدون الكرام، ايها الاخوه الحضور، السلام أبدا يا حاج، بعد الشر. آمين يا رب العالمين. شوف يا حاج، أنا من بكرة بسعى، وإن شاء الله إنه الله بوفقني بمسعاي. على الله التوفيق، ما أنت عارف. بكرة أبو زيد، وإنت الساعة 4. طيب 4:30 يا سيدي، خليها بين 4 و4:30. احنا وين بدنا نلتقي؟ عالقهوة. طيب تكرم حاج، ما تنساش تسلم لي على العيلة، الله يخليك. طيب مع السلامة، الله يسهل عليك. ابن مين هذا الولد؟ اكيد مش من اولاد الحاره. يا ماما، شو اسمك يا ولد؟ ابن مين انت؟ يا ماما انت قاعده عم تسالي، لو تستني شوي لبين ما ندخل جوا. تفضلوا ادخلوا. تعال يا حبيبي، هاتولي هالصبي، هاتولي اياه. تعال وقف بجنبي هون، تعال تعال. خفش انا عمك. شو اسمك يا شاطر؟ شو اسمك يا ولد؟ ابن مين انت يا حبيبي؟ لا 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 لا، ما تسكتي يا رهيجي، خلينا نفهم من الصبي بالاول. ناس دي قر 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 قر، والله ما انت مخليتنا نفهم شيء. هاي نسكتت يا حج، ها هسا انا السبب. تفضلوا احكوا. سهير يا با، ايوه ما تحكي، منين الصبي هذا؟ يا بابا هذا الولد لقيناه بالشارع عم بيبكي، سالناه وين هو، ابن مين هو.
أنا كنت ماشي مع أهلي في السوق، فلتت إيدهم دورت عليهم ما لقيتهم. لا لا لا، الله أكبر، في السوق؟ آه. يعني من هون للسوق بيجي ساعة زمان ماشي ساعة. يا عيني على أهل، هسه زمانهم كاتلين حالهم عليه من الحزن. شايفين يا أولاد؟ هذا نتيجة اللي بفلت إيد أمه وأبوه بمشوا لحاله في الشوارع. يا عيني عليها أمك المسكين. لا لا يا رهيجي ما تسوك تعاد، نفهم من الصبي شو اسمه، شو اسم أبوه، وين عنوانه، شو اسمك يا حبيبي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت ليش خايف يا عمي؟ اسمعت كلك، أنت شو اسم أبوك؟ وين داركم؟ أنا بدي أخذك على الدار، على داركم أوصلك، تخافش. أجيب لك شوكولاتة يا حبيبي، بسكوت، وين؟ خايف من عمك؟ أنا بدي ندل على العنوان مشان أوصلك على داركم، تخافش مني يا حبيبي. أي حاج أنت عاصص على إيد هالولد، ذبحتها فلته. هسا أنا ذبحت وعاصص على إيده؟ ها هيني فلته، احكي يا حبيبي. خذي هذا اللي برضيكي، هاي هرب الصب فلت. هذا اللي بكينا حاسبين حسابه، منين نجيبه هسا؟ يا بابا الحقوه. كماتك ساكت اركض طير. لا 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 لا، يعني يا حاج قصدك تقول انا السبب؟ انا السبب؟ انت السبب ونص كمان. يا رب يا رب يا لؤي ترجعوا معاك الولد. لقيته؟ اختفى يا بابا. احنا اللي علينا عملنا يا حج. مش ممكن، لازم اتصل بالشرطة بسرعة وابلغهم كل شيء. احنا مبين اليوم رايحين نقضي النهار واحنا نفتش على الولد الضايع. خذ يا اخوي، قضي النهار واحنا نفتش على الولد الضايع. قومي يا بنت، خليني اتصل بالشرطة. يا الله. ألو شرطة النجد؟ نعم. ولد طفل ضايع أوصافه حنطي اللون، طوله حوالي 105 سنتيمتر، يرتدي قميص كحلي وبنطلون أحمر قصير، شعره طويل كستناي. ترى الاولاد بيعرفوه تمام تمام، وبيقدر وين ما شافوه يتعرفوا عليه. عنوان دارنا، عنوان دارنا يا سيدي شارع خالد بن الوليد، عمارة رقم 16، الدور الرابع. طيب يا اخوي شكرا، مع السلامة. يلا يا اولاد حضروا حالكم، قوموا غيروا أواعيكم ولبسوا، لأن الشرطة بدهم يجوا يأخذوكم مشان تتعرفوا على الصبي. عنده العثور عليه إعلامنا، هل استلمتم؟ أجوب فائد 1-3.
يعني مليح اللي لك له هالولد الضايع قبل ما أغربت الدنيا. أنا ما كنت أتوقع أبداً إنهم يلاكوا هالولد بهالسرعة الهائلة هذه. هلكيت الولد قاعد في حضن أمه. تعرف يا حاج؟ نعم. إنها رجال الشرطة نعمة من نعم الله. الشرطة ما بتتساهل.